مختلف، التوقيت مختلف. العباسية دي بدأت قبل حكاية البرنامج ده بحوالي 10 أيام، وانتهت في اليوم التالي على طول. وبعدين ايه؟ سابهم ومشي. اذا كان الناس احنا اللي منزلينهم اصلا. بالتالي يعني عايز تقول ايه؟ ماشي، انت عايز تقول رايك خلاص. هم عايزين نرجع لاهم حاجه اللي هي لا ما توقفش. عايز ايه يعني؟ هيبان. ها ما هو عشان كده احنا هنستنى. ها ما يهمناش، هنشتغل بأي طريقة، إنما ما نقدرش. ومع ذلك في حزب الأمة المصرية اللي بيعمله الدكتور محمد عباس، أنا زي ما قلت لكم هو حزبه هو، لكن أنا عايز الناس ينضموا له. بالعكس، املوا استمارات وانضموا وقوموا الحزب. هو بيعمله دلوقتي، وهو عايز انه يصبح الحزب معانا في ضمن حركتنا، يعني جزء من التكوينة، واحنا ما عندناش مانع. فما فيش مانع ابدا انكم تشتغلوا في ملء الاستمارات والانضمام لهذا الحزب. الأسبوع الجاي هكلمك في الموضوع ده. هيبان الأسبوع الجاي إن شاء الله نتكلم في الموضوع ده. ماشي. ها سمعت. ها الشباب الرائع لسه، وعارف انهم كتير وقفوا معانا، وانا اللي رجعتهم ومنعتهم وما حاولتش ان انا انظمهم يعملوا اكتر ولا انزل ولا حاجه. صحيح الحاله المرضيه دي حالت، لكن كمان انا لم احاول. انا لم اقصد ان اللي خذلونا هم الشباب دول، انا اقصد ان اللي خذلونا هم الاتجاهات الاخرى. انما دي حاجه. النقطه الثانيه انه ما يتعلق بانه في النقطه الثانيه فيما يتعلق بانه يا اخي الكريم مش ممكن كده، يعني مش معقول. فيما يتعلق بانه فعلا اللي حصل ان لما تم هذا الاستبعاد في ناس ذهبت مذاهب شتى فعلا، وناس اعطت احمد شفيق وعمرو موسى، ده صحيح فعلا.
وفي نفس الوقت في ناس اعطت حمدين صبحي وعبد المنعم فتوح، وفي ناس اعطت محمد مرسي، ولكن هو قدر ربنا لانه خلاص هو ده اللي حصل. لا، لانه اذا كنت في هذا الوقت اصررت على هذا كان الاخوان والسلفيين وحزب النور والاتجاهات السياسيه ومش عارف جمعيه التغيير وستة ابريل ومعرفش حزب ايه والجبهه والوفد هيقولوا، كل دول كانوا بيقولوا كلمه واحده انه الناس دول لوحدهم هم اللي ثاروا علشان مصلحتهم. انما كان الصح ان يثور الاخرون علشان في مخالفه للقانون، انما هم لما الاخرين يتراجعوا ويتركوا المخالفه القانونيه وتصبح انت لوحدك بتبقى زي الرسول عليه الصلاه والسلام لما عبد الله بن ابي ارتكب جريمه خيانه عظمى وكان يستحق ان هو يعاقب، فجمع المجتمع وبدا يقول لهم انه عنده نيه لايقاع العقاب بعبد الله بن ابي بن سلول، فقالوا له، فوجد ان المجتمع مش متقبل هذا فتركه مع انه صح انه كان يعاقبه لانه وجد الصف فيه خلل. وانا مع ذلك جاوبت الموضوع ده قبل كده، لكن انا لازلت عند رايي، لانه اللي كان هيحصل انه سواء اسلاميا المشايخ كانوا يطلعوا يقولوا كلام والاتجاهات وهتبقى انت لوحدك، فكان لابد من شيء من ضبط المسألة. مش لوحدي، يعني مش لوحدي بمعنى انا اسمي، وانما لوحدي بمعنى انه انا ومن معي، انا وحضرتك والناس اللي هنا واللي في التحرير وفي العباسية وغيره، يعني كنا هنبقى فريق واحد يدافع عن مصلحته هو. هما بقى كانوا هيتهموك بغير ذلك. طيب نتكلم. ها، لا شك انا عارف ده، وان شاء الله نعود لهذا الامر من بكره باذن الله تعالى. والله يا ريت، احنا عايز انسق مع الناس مضربين فين هم؟ في المعتقل. ماشي كده. ها ما امتنعتش، انا اتزقيت وقدمي اتزحلقت على السلم فجالي انزلاق غضروفي، المفروض ان انا باذن الله اسبوعين كمان ولا حاجه واتمكن من الحركه، وساعتها لن نتوقف عن الحركه في كل مكان في مصر ان شاء الله تعالى. ها، طبعا انا قلت ان الناس المحتجزين على ذمه احداث العباسيه ما يصحش ان احنا نسيبهم ابدا، ولازم نواصل، وانه القدر، ونزلت بيان رسمي او يعني واضح بهذا، انه القدر جاب يومين انتخابات الرئيس والفرز في وسط الاحداث دي، فاضطرينا ان احنا نستنى الاربع والخميس والجمعه والسبت بتوع الفرز. انما من بكره ان شاء الله احنا معانا لجنه مكونينها من شخصين من الاخوه اللي معانا هنا دلوقتي حتى في المسجد، هم اللي متواصلين، ولو اي حد منكم متواصل مع الناشطين في هذا المجال اللي عملوا اضراب في نقابه الصحفيين او اجتماع يوصلنا بيهم، واحنا نستمر في التواصل ده ان شاء الله باذن الله. مطلوب منكم تتواصلوا معاهم برضو علشان اللي بيدعوا اليه تقوموا فيه بيه، وانا متواصل مع بجهه اخرى بقدر المستطاع، وربنا يسهل يعني ان شاء الله، وده اللي نقدر نعمله. بس هو القدر ان الحكايه جت في وسط الانتخابات، جت في الوسط، فكنا لو عملنا تهييج، احنا كنا داعيين اصلا لمليونيه في الجمعه في التحرير زي ما انت يمكن سمعت، انما الحقيقه كتب علينا ان احنا نضطر نهيئ الاجواء عشان ما يقولوش ان احنا بنفسد الانتخابات الرئاسيه، وده شيء طارئ ان شاء الله نعوذ بالله. ولا في الفرز رائد الجيش حضرتك ماشيين، بقول له بشكرك ان انت حليت الانتخابات بس لقاءات التصوير ونزلنا الميدان، بعدين ما تخش تضحك عليا وتقتلني. عمر عامل مقدمات تحت المشير، احنا عايزين نحط حسن الظن مش سوء الظن، قعدنا نحكي لمده ساعه، في اخر الكلام قال لي نصيحه مني بعد اذنك وبعد الخدمه خلصت ما تنزلش الميدان تاني. قال لي انا بقول لك نصيحه عشان ما تجيش اهلك يحزنوا عليك. شيخ، هل القنوات الشاذة في البلد العباسية بالتستر أو بتزييف الحقائق؟ في قنوات تلفزيونية
حصل اتفاق صريح بينها وبين الامن، ضباط الامن السياسي صراحة، وفي قنوات هددت انها لازم تاخد موقف معين وتمتنع عن اشياء معينة وإلا هتتقفل، وفي برامج بعينها تم الاتفاق معاها على تهيئة الأجواء لضرب الناس اللي في العباسية. والكلام ده مش سري، ده معروف، يعني لما تروح مثلا مدينة الإنتاج الإعلامي تلاقي الكلام متداول ومعروف، الناس عارفاه، مش حاجة غريبة يعني. فضلنا هم شركاء أصليين الجريمة يعني ما هو دي بقى اللي محتاجة نظام سياسي قوي ناجح، لأنه أي نظام سياسي تاني هيساعد إن القنوات الإعلامية دي تستمر بهذه الصورة. ها لما يحصل هنقول. أنا يهمنا من يمسك البلد، ولكن يهمنا تطبيق الشريعة. إن لم تطبق الشريعة في هذه الثورة نكون غثاً كغثاء السيل. يا كريم يا رب العالمين، ربنا كريم يغيثنا من واسع فضله وكرمه. ها نعم طبعا. لا يقدر فورا كمان، ثاني يوم الصبح يقدر. ها ما عنديش اخبار لكن اظن يعني انه برضو يعني مطلوب يهدوا الناس الوقت ده، فالناس بتسكت عشان يبعد عن الشر، وغني له خليها تعدي، ما يجراش حاجه يعني. ها قول. هيبان. ها الجمعية التأسيسية للدستور هم لقوا انها لما كان قرار لغوه، فقرروا ان هم ما يخلوهوش قرار ويخلوه قانون، فالنهاردة عملوا قانون، النهاردة مشروع القانون اللجنة التشريعية وافقت عليه ليكون قانونا لا قرارا، فلسه هيبان، لكن الحقيقة فيها علامات الخور والضعف برضو الى حد ما، ربنا يستر. ما هنعمل ايه بقى، ما هي الامور في ايديهم، احنا بنتخانق معاهم وخلاص. يا اخي لسه موجوده، انت هتوديها فين؟ هنشوف، هيبان سعيد ان شاء الله، هيبان. ما عايزين، مش عارفين. لا انا افضل ان هم ما يبطلوش الاصوات. لا مش لازم اكون متفق معاه 100%، بس بدل ما الاربع سنين يبقوا مصادمات بين الرئيس ونائبه، لازم يكون في حد ادنى بتعرف تتعامل مع حد وانت عارف ان يعني ايه الحد الادنى متوفر. انما لما يبقى الحد الادنى مش متوفر، او انت خايف منه ان هو يكون هياخد مثلا اتجاه وانت اتجاه تاني وهكذا، فالحقيقه يبقى الافضل الا تدخل في مصادمات. لا شك انه منهج التعامل، مش حكايه بس الاسلاميه، منهج التعامل بين الرئيس وبين مؤسسات الداخل والخارج لازم يبقى في حد أدنى أنت ماشي عليه. أنا مثلا شايف أن دي مرحلة ثورة، وبالتالي لازم أنها تكون فرصة لحراسة حقوق الناس وعدم الافتئات عليها أو ظلمها. ممكن واحد تاني يقول لا نفسي.